اليوم راح نتعلم كيف نعمل addition لعددين عن طريق التابل تاع الونس تانس. اكيد addition، بس نقول addition بنتذكر علامة البلاس. عندنا 24 بلاس 13 equals. اول خطوة لحتى نقدر نجمع هالعددين، بنقسم 24 على الخانات تاعتها. عندنا اول خانة هي الونس، بنقول لها وانس، واللي بعد الوانس دغري بتيجي تانس. نفس الشغل حنشتغله هون. عنا 13 اول رقم بيكون هو الوانس، وبعد الوانس بيجي التانس. تاني خطوة نعملها ندخل ال 24 على التابل تاع الوانس تانس. عنا ال 4 هي الوانس، بنحطها تحت الوانس، نحط ال 4 هون، والتو هي التانس، نحطها تحت التانس. هاي خلصنا من هالعدد، بنبلش هون. عنا الثري هي الوانس، بنحطها تحت الوانس، والوان هي التانس كمان بنحطها تحت التانس. هون هي التانس. وهلا بنبلش نعمل اديشن، بنحط علامة البلاس هون. 4 بلاس 3، نجمع الوانس مع الوانس والتانس مع التانس. انا 4 بلس 3 4 5 6 7، بنحط الجواب هون 7. نفس الشيء خلصنا من الوانس، هلا بنبلش بالتانس. انا 2 بلس 1 2 3، وهيك بيطلع معنا الجواب 37 37. نفس الشغل رح نشتغله هون. عندنا 57 plus 21 equals. أول خطوة نعملها بنقسم العدد هيدا على الخانات تاعيته. أول شي once، بعد ال once tens نحط once tens، خلصنا من هون. هلا بنبلش هون كمان نفس الشي once tens. هلا بنحط 57، نكتب 57. عندنا 7 هي بخانة الوانس، وال1 هي بخانة الوانس، بنحطهم تحت بعض، بنحط ال1 تحت ال7 لأنه 7 هي وانس وال1 هي الوانس، فبنحط 7 ال1 تحت ال7. نفس الشيء هون عندنا ال5 هي تانس وال2 هي تانس، فبنحطهم تحت بعض، بنحط ال2 تحت ال5. نعمل هالشحطة، بنحط علامة الأديشن. هلا بنبلش نعمل أديشن. عندنا 7 نجمع ال ones مع ال ones وال tens مع ال tens. عندنا 7 plus 1 7 8، نحط الجواب هون 8. نفس الشيء هون خلصنا من ال ones، هذه هي خانة ال ones. هلا هون هي ال tens، نجمع ال tens مع ال tens. عندنا 5 plus 2 5 6 7، هيك بيطلع معنا الجواب 78. نفس الشغل رح نشتغله هون. أول خطوة بدنا نعملها بنقسم الرقم. عنا once tens، نفس الشيء هون ال 3 هي once، إذا عنا رقم واحد بيكون هو ال once. هلا بنكتب 41. عنا ال 1 هي وانس وال 3 هي وانس، فبنحطهم تحت بعض، بنحط ال 3 تحت ال 1 لانه اثنيناتهم بخانة ال وانس، وال 4 ما في شيء تحتها كانه 0، فبنعمل شرحتها هيك، بنعمل علامة الاديشن. هلا بنبلش نعمل اديشن، نجمع ال وانس مع ال وانس والتانس مع التانس. عندنا هيدي هي خانة ال وانس، هيدي خانة التانس. عندنا 1 بلس 3 4، وال4 ما في شيء تحتها كانه هون 0، فبنقول 4 بلس 0 بتضلها 4. هيك بيصير عندنا جواب 44. 41 بلس 3 equals 44.